بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب المعالي السيد عبد الملك سلال الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، السادة الوزراء، أصحاب السعادة السفراء، أيها السادة والسيدات الخبراء، أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي بداية معالي الوزير الأول وأخي العزيز أن أرحب بكم وبالوفد المرافق إليكم وأن أعبر لكم عن كامل الغبطة بوجودكم بيننا بمناسبة انعقاد هذه الدورة 17 للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون بعد غياب دام 5 سنين، متمنيا لكم ولرفقتكم الكريمة طيب المقام في بلدكم موريتانيا، لا أقول بلدكم الثاني. معي الوزير الأول، أيها الجمع الموقر، يأتي انعقاد لجنتنا هذا تجسيدا للرغبة الصادقة لشعبينا في تحقيق انطلاقة جديدة لمسار التعاون والشراكة بيننا، عنوانها تأسيس لتعاون استراتيجي بناء ومثمر بقدر يرقى إلى مستوى تطلعات قائدينا فخامة الرئيس السيد محمد عبد العزيز وفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم من حولنا تحولات عميقة ويواجه تحديات كبيرة تستدعي منا فتح صفحة متميزة للشراكة مبنية على التعاون والتكامل الاستراتيجي في كل المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمنية. إن التحديات الأمنية التي تواجهها منطقتنا اليوم وما لها من تداعيات خطيرة على بلدينا وعلى المنطقة ككل توجب علينا تكثيف التنسيق والتعاون المشترك لقطع الطريق أمام كل ما من شأنه أن يهدد أمن واستقرار بلدينا. وحيث أن تنمية المبادلات التجارية وهي العنصر المحوري لأي شراكة اقتصادية تتصدر اهتمامات البلدين، فإن خلق المناخ الملائم لتنمية العمل والمبادرة وانسياب حركة البضائع يمر حتما عبر الضمان المتبادل لحرية التنقل والنقل والاستثمار والتملك. وإن كان على الحكومات أن تهيئ الظروف وأن تخلق المناخ العام للملائم للاستثمار والمشجع لأصحاب المبادرات الخاصة، فإن دور رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين يظل محوريا لبلوغ مستوى الشراكة المتطلب. وبناء عليه فإنني أدعو من هذا المنبر كافة رجال أعمالنا إلى مضاعفة الجهود وتكثيف اللقاءات فيما بينهم واستغلال كل الفرص المتاحة لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تضمن الربح للجانبين وتعطي دفعا للتكامل الاقتصادي بين بلدينا. معالي الوزير الأول وأخي العزيز، أيها الحضور الكريم، إذا حق لنا أن نركز في هذه المرحلة على التعاون الاقتصادي والتجاري والأمن بين بلدينا، فإن تنمية الموارد البشرية تمثل محورا هاما من محاور التعاون والشراكة التي نصبو إلى تعزيزها وتطويرها وتنويعها. وهنا أغتنم الفرصة لأشيد بما حققناه في مجالات التعليم العالي والصحة ونقل الخبرة والتكوين المهني على وجه الخصوص، مما سيمكن من توسيع مجالات فرص التشغيل الذي يعتبر الرافعة الحقيقية للنمو الاقتصادي لأي بلد. إن التكفل بقضايا الشباب والحد من البطالة في ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالصعوبة سيطبع حتما تعاون المشترك بطابع التركيز على التكوين المهني وبرامج التشغيل وحفز القطاع الخاص
على النهوض بدور ريادي في هذا المجال. وفي هذا السياق فإننا على استعداد لتقديم كل الضمانات اللازمة لتشجيع المقاولين والمستثمرين الجزائريين في بلادنا، حيث أن قطاعات مثل الصيد والزراعة والتنقيب عن المناجم تعتبر واعدة جدا للاستثمار. وهنا أغتنم هذه السانحة لأذكر بالخطوات الكبيرة التي خطتها بلادنا في هذا المجال من خلال المدونة المنجمية واعتماد القانون المنظم للاتفاقيات المعدنية التي تم ضمنه منح أكثر من 128 رخصة في مجال البحث والاستغلال المعدني، وكذلك من مدونة جديدة للاستثمار تحتوي على نظام خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونظام للمناطق الاقتصادية الخاصة لترقية وتشجيع أقطاب التنمية داخل البلد، مثل المنطقة الاقتصادية الحرة بولاية وادي بو التي تم إنشاؤها هذه السنة. صاحب المعالي وأخي العزيز، أيها السادة والسيدات، إن التطورات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم وما أدت إليه من تحولات عميقة في منطقتنا تحتم علينا التفكير جيدا وأكثر من أي وقت مضى في واقعنا المغاربي. ففي عالم تميزه التكتلات الاقتصادية والسياسية للتصدي للطوفان العولمة الاقتصادية الجارفة التي تدهس كل الاقتصاديات الصغيرة، يظل خيار التكامل الاقتصادي والسعي المتواصل نحو مزيد من التضامن والتآزر لتشييد هذا الصرح هو المسار الأمثل الذي سيبقى رغم كل الظروف مكسبا تاريخيا وتوجها استراتيجيا لدولنا وحلما لكل شعوبنا بالتعايش والتواصل والتضامن الفعلي للوصول إلى ما تطلع إليه من رقي وازدهار واستقرار. وقبل أن أنهي هذه الكلمة، أود أن أتقدم باسمي وباسمكم الخالص بالشكر لأعضاء لجنة المتابعة الموريتانية الجزائرية على ما بذلوه من جهود موفقة من خلال الاجتماعات التحضيرية، مكنت من تقييم مسار التعاون بين بلدينا وحضرت بشكل جيد لأشغال دورتنا هذه، مما سيمكننا بإذن الله تعالى من التوصل إلى النتائج المرجوة. كما أشكر الخبراء الذين نعول عليهم كثيرا وعلى مثابرتهم وجديتهم في التعاطي مع الملفات للخروج بنتائج تصل سقف تطلعات شعوبنا. وبعد الترحيب بكم مرة أخرى معالي الوزير الأول وأخي العزيز، وبوفدكم الموقر أعلن على بركة الله افتتاح أشغال الدورة 17 للجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية للتعاون، متمنياً لأعمالنا التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.